سادت حالة من الغضب بين مرضى السكر في كفر الشيخ لنفاد الأنسولين في مستشفيات كفر الشيخ ودسوق، والذي يتم صرفه عن طريق العلاج على نفقة الدولة. واحنا ناس غلابة يعني، دخلها المدير برضه ما ادانيش عقد نافع ولا عرفوش، قال اعملوا فاكسات. ما احنا اللي نعمل فاكسات؟ يعني في نقص اكسجين، في نقص انسولين على نفقه الدوله. نقص الانسولين على نفقه الدوله. بقالك كام شهر؟ نعم داخل في كام شهر؟ بقالك كام شهر بخير؟ بقالنا شهرين على كده. شهرين؟ بقالنا شهرين على هذا الصوت. وانت يا حاجة؟ والله باجي على انسولين ما انا لاقياه. مش لاقي انسولين؟ بقالك كام شهر يا حاجة؟ بقالي شهرين. شهرين؟ والله. وانتي الصرفيه دي ما خدتهاش، انا جوزي بيقبل 60 جنيه 130 جنيه، اجيب كل يوم بتاع انسولين منها. ما خدتيش انسولين ولا قد ايه؟ بقالك قد ايه؟ بقالي شهرين. بقالك شهرين والقرار هيخلص، والصرفيه ما خدتهاش.